هرباً من أسعار الوقود المرتفعة، تتوجه سنن صباح كل يوم إلى موقع عملها بدراجتها النارية الصغيرة والتي تعرف بالفسبا، بعد أن أكملت التدريب على قيادتها في شوارع عمان بفاتورة استهلاك لا تتجاوز $6 أسبوعيا. قللت علي التكاليف المادية من ناحية باركينج، من ناحية برضو بنزين، يعني صراحة تفليلتها كتير رخيصة وعم بدفع كتير، يعني كاد أن يكون رمزي. والإشي التاني هو الوقت، إحنا عندنا أزمة في الأردن كتير بالذات بوقت الصباح ووقت لما تروح من الشغل. إقبال الفتيات على شراء الدراجات النارية مشهد جديد في شوارع العاصمة عمان، وشجع عليه إعلان أحد تجار دراجات الفسبا عن مبادرة لدعم الفتيات والشباب لقاء $100 في الشهر الواحد كقسط شهرية. فكرة أنه نشجع عدد أكبر من الشباب والفتيات أنه يقتنوا فسبا في عمان أو في الأردن، كونه هي راح تساعد على تخفيف فاتورة البنزين. مشاهد ركوب الفتيات للدراجات النارية الصغيرة والسكوتر ظاهرة جديدة تنامت في شوارع العاصمة عمان، ولدت من رحم محاولة الشباب التوجه نحو ثقافة التأقلم مع تحديات الطاقة. المجتمع يتجه نحو ثقافة التوفير بسبب الارتفاع العالمي في كل مجالات الحياة ومنها الطاقة والوقود. رواتب محدودة، و 80% من المجتمع الأردني يعني يتقاضى راتب بأجر، ومعظمهم من محدودي الدخل. ولكن يبقى التحدي الوحيد في الإجراءات البيروقراطية للمؤسسات الرسمية للحصول على رخصة القيادة، والتي تمر على أكثر من 8 جهات حكومية وأمنية. إقبال كبير من قبل الفتيات في البلاد على شراء واستخدام هذه الدراجات الصغيرة. نجحنا بكسر ثقافة العيب لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وتدني سلم رواتبهن. حيدر العبدلي، الحرة، عمان.